في الصحف هاد اليامات وسي مهدي بصيفطو وزير التواصل قال لي مدي راه كتبو في الجريده الفلانيه الغياب ديالك عاوتاني كتبت واحد الجريده اخرى. انا هادشي تيضحكني نقول لكم علاش، لان الواحد فاش ما تيلقى ما يقول تيقول هادشي الحمد لله ما كتبوا لا بان يفتح الفساد، ما كتبوا بان خلق ازمه داخل الحكومه، ما قالوا بان الحزب غادي يرجع اللوط. انا تنعتبر بان هادو اللي ما شافونيش ما بغاوش يشوفوني. الحاجه الثانيه ما حضرتش رئيس الحكومه، لان سمحوا لي نقولها لكم يمكن هذا سكوب، انا بشر انسان بحالي بحالكم. انت ما عمرك تيجوك الحلاقه؟ ما عمرك تضرك الضرسه؟ ما عمرك تضمرت؟ حتى انا كنجاوب. شنو زعما حيت انا وزيره عندي الحصانه، عندي الحصانه في صحتي؟ ما يمر حد، ما ي... ولدي تيدوز الباك ما يمشيش نصو المدرسه نخليه. هادشي اللي كاين، الله يجازيكم، الله يجازيكم. عيب وعار إذا لقيتوا شي حاجة عليا ولا على حزب الأنصار والمعاصرة، وأنتم مشكورين وقلتها لكم واحد المرة، لأن هاد حرية التعبير اللي كاينة في بلادنا وحنا تنتشبتوا بها تتمكننا حتى حنا كمسؤولين. هو واحد الصحفي ما نقولش سميتو، واحد الصحفي ما نقولش سميتو، بيني أنا واحد الميت داخل وزارتي، وكل ما كانش هذاك الصحفي يمكن ما غاديش نوصف المفتشية لهذيك المؤسسة. وفاش جات المفتشية تبين لي خلالات وقلت هذاك السيد من المسؤولية، وهذا كل ما كانوش رجال ونساء الإعلام كيصعب علينا، لأن حنا راه كنشتغلوا في وسط ملفاتنا وبغينا نحققوا الكثير، ولكن يجي يقولوا المنصوري باينة، المنصوري ما بيناش. شوف المنصوري تخدم، هذا هو السؤال، واش المنصوري التزمت مع المغاربه بان غادي تخرج دعم السكن وبالرضا صاحب الجلاله الحمد لله في الاجتماع تعطات الانطلاقه؟ واش من بعد 3 شهور 10000 تاع المغاربه المواطنات والمواطنين ما كانش عندهم دارهم وما كانش عندهم الامكانيات بالدعم ديال اكثر من الثلث ديال الثمن؟ هذا هو اللي كيهمني. واش المنصوري مشات خدمات مع العالم القروي؟ واش التزمت بالمراكز الصعيده؟ واش المنصوري قالت لكم لان باش المغاربه يكونوا كلهم بحال بحال قدام القانون غادي تصدق على تصاميم تهيئه، وخاصه في المناطق والمدن الكبرى اللي عليها الضغط واللي تنعرفوا كيف الامور كانت تدوز مع لوبيات الفساد؟ هذا هو السؤال اللي خصكم تطرحوا. ما المنصوري باند ولا ما باند؟ ما شفتش انا تندير عرض الازياء ولا شي حاجه، انا خدامه خدامه، واللي غيحاسبوني غيحاسبوني المغاربه في 2026.